اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي وايه الاخبار واخر التفاصيل، ونبتدي بالوطن سبورت واللي بيتكلموا على كولر وانه بيسعى لتجهيز لاعبيه لتحقيق الانتصار الثالث بالدوري، وده طبيعي جدا. تجهيز ماشي بشكل كويس طبقا للخطه الموضوعه في الجانب التدريبي والبرنامج التدريبي بالتحديد، فمهم جدا يكون التركيز على المباريات الداخليه. واعتقد كولر الراجل ما بيهزرش في الشغل، يعني حاجه بصراحه محترمة جدا، ويعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يستمر بهذا الأداء وهذه الكفاءة، ولسه كمان بدري لما ينسجم أكتر مع الفرقة نشوف حاجة أفضل كمان من كده. وعندنا طموحات كبيرة قوي قوي مع كولر وجهازه المعاون ومع المجموعة اللي موجودة من اللاعبين، لأن هم أصلا أبطال كده كده، حتى قبل مباراة السوبر ما كانوش موفقين الموسم اللي فات، لكن لعيبة كبار وجابوا بطولات كتيرة جدا ومهمة، مش أي بطولات، يعني بطولات قارية وميدالية عالمية أو ميداليتين كمان. فبالتالي عندنا مجموعة كويسة جدا من اللاعبين مع المدرب المحترم ده بجهازه المعاون، إن شاء الله الأمور تبقى أفضل كمان. فمهم جدا الفوز على الداخلية، إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويكون التركيز في أعلى معدلاته، ده مهم أوي. اليوم السابع كولر يطالب نجوم الأهلي بعدم الإفراط بفرحة السوبر للتركيز في الدوري، ده طبيعي، يعني ده اللي احنا متعودين عليه اصلا في النادي الاهلي، وكولر مش محتاج انه يطالب اللاعبين بكده، يعني حتى اللعيبه نفسهم خلاص الفرحه خلصت، الموضوع انتهى، كسبنا السوبر، كسبنا الزمالك عن جداره واستحقاق، مباراه كانت كبيره، فبالتالي خلاص التركيز كله على التحدي القادم بالنسبه لك والمباراه المقبله. ولو انت فضلت تفرح لحد ماتش الداخليه يبقى هتخسر في ماتش الداخليه، يبقى انت مش مركز، ده مش في النادي الاهلي، ده احنا مش متعودين عليه في النادي الاهلي. فانت اكيد مركز في الماتش اللي جاي، فرحه فرحت انبسطت والدنيا كانت حلوه قوي، وليك حق انك تفرح كلاعب، طبعا طبعا عملت كل المجهود واديت باداء رجولي وكل التعليمات المطلوبه منك، الجمهور ليه الحق انه يفرح، لكن دايما لازم يبقى في فصل ما بين تحدي خلص وتحدي مقبل، فصل كمان ما بين فرحه الجمهور واستعدادات اللاعبين للمباراه المقبله. انا واثق جدا ان الفصل ده موجود في النادي الاهلي، واحنا دايما متعودين على القصه دي. في انديه مثلا يعني ممكن منهم الاهلي يقع في الفخ ده، ان هو بسبب الفرحه وبسبب بطوله لسه كاسبها فيخش على الماتش اللي جاي التركيز قليل ونوع من انواع الثقه الزائده على اللزوم والتهاون، فبالتالي تلاقي نفسك ايه اتعادلت مثلا لا قدر الله او خسرت. فمهم قوي انك تحاول في بدايه الدوري ما تفقدش نقاط وتكمل انطلاقتك الممتازه في الموسم باذن الله تعالى. يعني فاللاعبين اكيد مركزين طبعا، ودور الجهاز الفني اكيد مهم في جزئيه زي دي. المصري الرياضي بيتكلموا على ان في منافسه ثلاثيه على او ما بين ثلاثي الدفاع، عشان يعني يقرر كولر مين اللي يعوض غياب محمد عبد المنعم المؤكد عن المباراه بعد اصابه الانف وبعد الجراحه اللي اجراها اليوم بنجاح. فالمنافسه هتكون ما بين رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، مفيش اي اختلاف على الثلاثي، الثلاثه لعيبه تقيله. ممكن البعض مننا مثلا يقول لك لا ياسر افضل، البعض مننا يقول لك لا ايمن افضل، البعض الاخر يقول لك ربيعه افضل، فمين اللي يقرر؟ كولر. الثلاثه ما شاء الله كويسين جدا، الثلاثه رامي مثلا الموسم اللي فات انهى بشكل ممتاز، ايمن اشرف خبرات كبيره جدا، ياسر ابراهيم قدرات عاليه قوي، فالحمد لله في ثلاثه اي واحد فيهم يعوض محمد عبد المنعم طبعا، كلهم بيكملوا بعض ومفيش حد فارق في المستوى عن الثاني، فبالتالي المنافسه مهمه جدا ومطلوبه، لكن القرار في الاخر عند كولر، فان شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى لاي لاعب بيشارك كل التوفيق. طيب اليوم السابع بيتكلموا عن غائب اخر عن مباراه الداخليه من النادي الاهلي، وهو طاهر احد ابرز العناصر في الفتره الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي. والله العظيم انا فاكر كويس جدا قبل بدايه الموسم وكنا في حلقه من حلقات الترند وكان معانا عنوان من العناوين المقرره اللي كانت كل يوم بتتقال ان في اتجاه لرحيل طاهر محمد طاهر على الاهلي، كنا بنطلع نقول لحضراتكم يا جماعه مفيش والله الكلام ده، طاهر ايه اللي يمشي، وفي ناس كمان وفي اخبار، لو يعني كنت فاكر قبل الحلقه كنا جهزناها لحضراتكم وفكرنا حضراتكم بيها، كان ناس بتجزم ان كولر مش عاجبه طاهر وعايز يمشيه، زي ما في ناس قالت لك ايه برونو سافيو في ماتش ودي مش عارف بتاع بتروجيت ولا اللي كان بعد بتروجيت، تمام، في الماتشات الوديه كان ماتش اسوان، مفيش قناعه بيه، وكولر بيقول لك ايه اللعيب اللي انت جايبه ده؟ جه برونو سافيو ولاعب الموقوف وجاب جون في الزمالك وبيأدي باداء مبشر جدا، مبشر لسه قدامه كتير. فالاخبار احنا دايما بنحاول نقول لحضراتكم بالظبط التفاصيل المهمه جدا والواضحه وبشكل صريح للغايه. الناس كانت بتتكلم عن طاهر هيمشي، تعال اتفرج على طاهر، شوف طاهر بيعمل ايه في الملعب،
شوف امكانيات طاهر وقدراته البدنيه والتكتيكيه العاليه جدا ومدى قناعه كولر بيه. فطاهر طبعا غيابه يعني خساره بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اكيد في بدائل مميزه جدا تقدر تعوض طاهر، ابرزهم طبعا حسين الشحات اللاعب الكبير جدا، حسين الشحات اللاعب الكبير جدا واللي فيه قناعه بامكانياته تمام، وفي كواليس فنيه تتعلق باستبعاد حسين الشحات في مباراه السوبر. مش هنتكلم او احنا المنوطين ان نتكلم على الكواليس الفنيه، مش تقليل من امكانيات حسين الشحات على قد ما هي كانت رؤى من كولر تحسبا لظروف مختلفه في المباراه فاختار بدائل معينه، ويمكن غياب ديانج المؤثر هو اللي خلى يبقى في تفكير مثلا ان فخري هو اللي يبقى موجود في القائمه على حساب حسين الشحات. هل ده معناه، خلي بالك لان الكلام منتشر دلوقتي كتير جدا، هل ده معناه ان كولر مش مقتنع بحسين الشحات؟ لا، ده حسين الشحات لعب المباراه اللي قبليها كان لعيب اساسي في الملعب. فالناس يا جماعه دلوقتي هتبتدي تتكلم وتركز على حسين الشحات لاغراض معينه، ما تدوش فرصه للكلام ده، اسمع مني. فحسين الشحات او بيرسي تاو اي واحد فيهم هيلعب مهم جدا، ان شاء الله يضيف بالشكل الكبير اللي هيكون موجود مكان طاهر في المباراه دي يعني. طيب ده بخصوص الخبر ده. نروح لسبورت 360 على تويتر، واللي بيتكلموا على اربع مباريات وثلاثه اسيست، بدايه مميزه جدا لطاهر محمد طاهر مع مارسيل كولر، والبدايه بتاعته كانت باينه كمان المباريات الوديه، كان جاب هدف من ضربه حره مباشره في المباريات الوديه، فهو واضح كان مركز وبيجهز نفسه بشكل كويس جدا لبدايه موسم تكون جيده، وفي الحقيقه يعني بدايه حلوه قوي بصراحه طاهر. الاهم طبعا الاستمراريه شويه على نفس المستوى وبعض التطور في بعض الامور المهمه، لكن لعيب مهم جدا في خطه كولر، واكيد في سعاده كبيره عند جمهور الاهلي بمستواه في الفتره الحاليه. كره 11 بيتكلموا على من اجل حصد البطولات القادمه الاهلي يضع خطه جديده من اجل تحفيز اللاعبين بعد مباراه السوبر، يعني مش عارف قصدهم يتكلموا مثلا على لائحه او يتكلموا على جوانب اخرى، مش قادر افهم يعني، حتى ما فيش متن للخبر عندي، لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل جيد ومستقر جدا داخل النادي الاهلي، وكل واحد عارف يعني دوره كويس وواجباته بشكل مميز، وانا بشوف ان لعيبه النادي الاهلي عندهم تحفيز او حافز كافي قبل انطلاق هذا الموسم لتعويض الموسم الماضي اللي ما كانش موفق فيه الفريق، انه ما قدرش ان هو يفوز باي بطوله لاسباب مختلفه تتعلق بالفريق نفسه وتتعلق بعوامل خارجه عن الاراده. فبالتالي انت عندك اهم حافز ان انت ازاي تقدر تدافع عن اسمك وعن مسيرتك مع النادي الاهلي وتفرح كمان جمهورك، فالامور طبيعيه للغايه. اخر خبر معانا وده مهم بالمناسبه، وده من حساب كوره بلاس على تويتر، بيتكلموا تصريحات للحاج عامر حسين اللي بيقول ننتظر تقرير حكم مباراه الزمالك والاهلي تطبيق العقوبات. كلنا شفنا زي ما اشدنا مثلا بلقطه امام عاشور في اول الحلقه، بس شفنا برضو حاجات خارجه عن النص وسلبيات، زي ما كان في ايجابيات مثلا اللقطه بتاعت مؤمن وشيكابالا وكابتن سيد عبد الحفيظ وكمان من ده، دي ايجابيه، بس في المقابل كان في لقطات سلبيه برضو ما ينفعش ان انت تعديها كده، فاللي غلط يتعاقب، يعني اللي غلط يتعاقب. انا بقى الجزئيه هنا المهمه بالنسبه لي، هو لازم ان احنا نستنى تقرير الحكم عشان ناخد قرار في حاجه الفيديوهات كلها موضحاها؟ لا طبعا، فين لجنه الانضباط؟ لجنه الانضباط مش شرط تستنى قرار الحكم او تقرير الحكم، حلو، لازم ان هي تاخد قرارات تعاقب بيها الخارج عن النص، اي حد بقى خرج عن النص لازم يتعاقب، لان في الاول وفي الاخر احنا ما بنقبلش اي حد من الجماهير بمختلف الانتماءات ما يقبلش ان هو يشوف صوره زي اللي احنا شفناها بعض اللقطات السلبيه في مباراه السوبر، وللاسف بتتكرر تمام. المهم ان انت لما تيجي تاخد قرار بالعقوبه يبقى قرار من غير اي نوع من انواع التوازنات عشان تبقى العقوبه رادعه، تمام، عشان اللي غلط يتعاقب فما يكررش الكلام ده، رغم ان في ناس اتعاقبت كتير قوي برضه بيكرروا الكلام ده، فاكرين نفسهم اكبر من الجمهور ومش عارف ايه والكلام من ده. يا جماعه في رساله مهمه جدا، الجمهور ما تقدرش تتحكم فيه، رغم ان احنا ابدا ما نقبلش اي تجاوز من الجمهور من اي جمهور في حق اي لاعب من اللعيبه، ده امر غير مقبول بالمره، غير مقبول بالمره، لكن مع ذلك انت تقدر تتحكم في انفعالاتك انت كفرد، تقدر ان انت يكون عندك ثبات انفعالي مميز، لكن ما تقدرش تتحكم في جمهور، ودي الرساله اللي لازم بعض اللاعبين يفهموها، فدي جزئيه غايه في الاهميه. اتمنى ان يكون في عقوبات تمام طبقا للائحه لاي حد خرج عن النص من اي نادي من الانديه،
فلجنه الانضباط عليها دور كبير جدا، لازم ان هي تشتغل بغض النظر عن تقرير الحكم. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل ومن غير اي توازنات، لان دي جزئيه غايه في الاهل.